في غموض السبخة اكتشاف جثة امرأة مسنة في منطقة مهجورة بين البقالطة والمهدية يوم السبت الماضي تفترض الشكوك أنها لامرأة مسنة مصابة بالزهايمر أصيلة جهة البغدادي ومفقودة لأكثر من أسبوعين بناء على توجيهات النيابة العمومية في المنستير تم نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي ، لتشريحها وكشف أسرار الحدث الغامض ، والتحقيق في أسباب الوفاة. مشهد يثير الفضول حول الأحداث التي أدت إلى هذا الاكتشاف الصادم في هذه المنطقة المهجورة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ، والإعجاب وشكرا